السلام عليكم خوتي المغاربه كاملين، الله يرحم لكم الوالدين. ملي هنا كنمشيو حنا وكنلوحوا هو الزباله هاد الصور، هاد الزبل ماشي انا الله صافي البلاصه وخوش غير حنا الوالدين البلاصه راه حشومه. انا دزت على كوبه ديال هادشي وقلت علاش لا ما نعطيش نصيحه خوتي المغاربه، هاد البلاد راه بلادنا وهاد الاحياء راهم احياء ديالنا، خصنا نخليوهم نقايه، ما نخليو حتى شي واحد يقول لينا بلي حنا اللي كنوسخوا البلاد ديالنا. هذاك عامل النظافه ماشي كل مغربي غادي نديروا ليه عامل النظافه اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين. راه عامل النظافه ملي كيدوز غندوز انا نوسخ غير شي واحد يقول لي بلي هو اللي وسخ، فهمتوني؟ وكلمه اخرى مصطلح تنقولوه مول الزبل، لا اخوتي حنا هما مول الزبل، هذاك سميتو عامل النظافه محترم وشريف كيدير خدمه بكشافو وبعرك كشافو كيجيبها برزقو، اما مول الزبل حنا مول الزبل اللي تنحطو الزبل من لوشوش اخوتي. راه كاينين الناس اللي كيلوحوا الزبل من السطوحه محشوم وعيب وعار، باش حنا في بلد اسلامي ونلوحوا الزبل ونوسخوا الدنيا ديالنا، نحاولوا كاملين نحافظوا على بلادنا وكاملين نقيو راسنا ونبداو من راسنا. انا نبدا من راسي، نقي دارنا دربنا وكلشي ونتعاونوا كاملين، وإذا تعاوننا كاملين غادي نطوروا هاد البلاد وغادي نخليو هاد البلاد تمشي لقدام. يعني حنا مازال واحنا غير في هاد الاشياء اللي بسيطه، الناس راه وصلات مشات للقمر باش دير غير رحله سياحيه، وحنا مازال مضاربين على فين نحطوا الزبل، فين نوقفوا، اش نديروا. بارك علينا اخوتي، باش نشوفوا خطوه لقدام، لا نشوفوا بزاف الخطوات، عافاكم راه هادشي ماشي سهل ولا يسهل. السلام عليكم.